شرفنا هذا اليوم بالحضور إلى المعرض السنوي المقام في مدرسة القادسية للبنين، حيث قدمت فعاليات متنوعة من رسم وفعاليات رياضية. نبارك لإدارة المدرسة جهودها المتميزة في إنجاح هذا المعرض، كما نبارك للإشراف التربوي متابعتهم الحثيثة لهذه الفعاليات. قامت مدرستنا مدرسة القادسية للبنين المعرض السنوي الذي شمل المعرض الفنية والتربية الرياضية والإسلامية، والذي أسفر عن ثمرة التلاميذ بجهود الأساتذة مدرستنا الأعزاء، والذي أتقدم بالشكر الجزيل لهم ولجميع الحضور الذين شرفونا، وبجهود معالي الوزير ومديرية التربية استمرت إبداعات المدرسة وإبداعات مدارس محافظة نينوى العزيزة جميعا.